كل يوم تقعد من النوم تحلق وتتعطر وتلبس وتسنع نفسك؟ أكيد لازم أهتم بنفسي واحتياجاتي. ما فكرت إن هذه البيئة واحدة من احتياجاتك وصار لها قانون يحميها؟ مثل إذا رميت المخلفات بأي مكان تتخالف، وهم إذا خيمت بمكان غير مخصص للتخييم تتخالف، وخربت الزار أو دخنت بالأماكن الغير مسموحة تتحاسب. الله، شنو كل هذا؟ يا أخوك هذه القوانين مو للترهيب، هذه علشان توعيك وتذكرك إن حفاظنا على بيئتنا شيء ضروري مو اختياري. بيئتك مرآة أخلاقك، اعكس خلقك في شخصيتك بالمحافظة على نظافة وطنك.